إلى حضرة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم ووليك قطب الأقطاب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وفى الله علينا من أنواره وإنايته وإلى حضرات أصوله وفروه من النسب والطريقة رضي الله تعالى عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما كلامي على من يحضرون مجلسي من وراء جبل قاف نهلان أقدامهم في الهواء وقلوبهم في حضرة القدس والسبحان تكاد قلانسهم وطواقيهم تحترق من شدة شوقهم إلى الرحمن فرفع ابنه عبد الرزاق رأسه إلى الهواء فشخصت العينان ثم غشي عليه واحترقت طاقيته فأطفأ الشيخ اللهبان وقال وأنت يا عبد الرزاق منهم فسألته عن الغشيان فقال لما نظرت رأيت في الهواء واقفين مطرقين بإنصات وعذعان وقد ملأوا الأفق وفي لباسهم النيران ومنهم من يعدو في الهواء صخبان ومنهم من يسقط إلى الأرض ضعفان ومنهم من يرعد في ذلك المكان وكان يسمع عند كلامه في الفضاء الوجبة والصيحان فكان يحضر مجلسه رجال الغيب والجان وزحمة الجن فيه أكثر من الإنسان وطوائف جمة من الجن يسلمون ويتوبون على يديه عن العدوان وقد تلمس أيدي الحاضرين رجالا بينهم ولا يرون الأبدان وقد أدرك صحابيا من الجن الذين أسلموا بسماع القرآن وقد رأى أبو حفص الطيبي شيئا ينزل من السماء لمجلسه المزدان يشبه قنديل البلور إلى أن قارب فم الشيخ واللسان فيصعد ويتكرر هكذا ثلاثا فنهاه الشيخ عن الإعلان وكان يحضر مجلسه أجلة مشايخ العراق والمفتين والعلماء الأتقان منهم بقاء بن بطو وعلي الهيتي وأبو سعد القيلوي وماجد الكردي عليهم الرضوان وما دخل بغداد أحد من الأعيان إلا وحضر مجلسه بروقان وإن الشيخ عدي بن مسافر الذي بلالش من الموصل غان من أكابر الأولياء المربين للهيمان كان يخرج من زاويته ويخط دائرة بالجبل ويدخلها ويقول بإعلان من أراد أن يسمع كلام الشيخ عبد القادر فليدخلها ظمآن فيدخلها أصحابه ويسمعون كلامه بلا نقصان وربما يقابلون ما كتبوه بما كتبوه من ببغداد وربما يقابلون ما كتبوه بما كتبوه من ببغداد فيتفقان وإذا دخلها يقول الشيخ عد الشيخ عدي فيكم بلا فرقان ولم تخل مجالسه ممن يسلم من اليهود والنصران ولا ممن يتوب عن قطع الطريق والقتل وسائل العصيان ومن عقائد الرافضة وغيرهم من أهل البدع والعمى
دعمها. وقال يوما سياحتي في الصحارى كما كنت أولا أحب لي وخير أمان، ولكن نفع الخلق أراده المنان، فقد أسلم على يدي أكثر من 500 من أهل الكفران، وتاب على يدي أكثر من 100,000 من أهل الطغيان، وكان له ببغداد رباط ومدرسة مشهورة، أما الرباط فبالحلبة من سود بغداد دان، وكان له قبة كثيرا ما يردها رجال الغيب والأولياء لزيارة الشيخ عليهم الرضوان، فسماها قبة الأولياء الحبان. وأما المدرسة فبباب الأزج صغيرة إذ شيخه المخدمي لها بان، ولما توفي سنة 1350 وعمر الجيلي 43 بلا ثنيان، فضلت للجيلي بإئتمان، فتصدر بها للتدريس والإفتاء والوعد للأجنان منذ سنة 528، منذ سنة 528 إلى 61 يوم انتقاله للجنان، طويلت 33 سنة كما كانت مدة وعده 40 سنة بلا توان، وكان وعده في الأسبوع 3 مرات بلا زيدان، مرة بالدباط بكرة الأحد وبالمدرسة بكرة الجمعة وعشية الثلاثاء مرتان، وما كان يخرج من مدرسته إلا للجامع في الجمعة أو للدباط لنصح الإخوان، وروي أنه وقع ببغداد طاعون تتابع منه الموتان، فشكوا إليه فقال يسحق الكلأ حول مدرستنا ويؤكل، فأتاهم الشفاء عجلا، فلما نفد أمر بشرب ماء مدرسته فشفوا بماء الأيمان، ولما لاقت المدرسة بالناس أزالوا ما حولها من العمران، وأرادت توسيعها فكان يأتي إليه بما عندهم الرجال والنسوان، وعمل الفقراء فيها بالأبدان، فتكمل توسيعها سنة تصدره بها باطمئنان، فكان يتكلم في 13 علما بالفوائد الثمان، ويقرؤون عليه في المدرسة دروسا في التفسير والحديث والمذهب والخلاف والأصول والنحو وقراءة القرآن، وكان لديه 650 طالبا يدرس لهم كل يوم بإتقان، وكان كل من قرأ عليه فنا من الفنون مهر فيه وفاق الأقران. قال الهيتمي إنه تضلع من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة، فكان له إفتاءان على مذهبي الشافعي وأحمد عليهم الرضوان، وتأتي إليه الاستفتاءات من العراق وسائر البلدان، ويكتب عليها عقب قراءتها عجلان، فيعجب من سداد فتاويه الفقهاء الأعيان، وجاءت إليه فتوى عرضت على من بعراقي العجم والعرب وعيت عنها العراقان، وهي حلف إن زوجه طالق ثلاثا إن لم يعبد الله عبادة في أوان، وهي حلف إن زوجه طالق ثلاثا إن لم يعبد الله عبادة في أوان ينفرد فيه بها عن كل إنسان، فكتب فورا يأتي مكة ويخلى له المطاف ويطوف 7 فردان، فهي منحلة الأيمان، فخرج المستفتي للطوفان، وكان شافعيا ثم تحنبل، فكان شيخ الشافعية والحنابلة ذا الإتقان، وذلك أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحبان، وبين يديه الإمام أحمد آخذا بيده لحيته عليهم الرضوان، يقول يا رسول الله مر ولدك عبد القادر أن يحمي هذا الشيخ الضعفان، فقال صلى الله عليه وسلم له اقبل التماس هذا الشيخ، فقبله برضوان. وأما في مسلى الحنابلة ولولاه لانقطع مذهب أحمد بالهجران، وقال الشيخ علي الهيتي عليه الحنان زرت مع الشيخ الجيلي والشيخ بقاء قبر أحمد بن حنبل عليهم الرضوان، فشهدته خرج من قبره شهود العيان، ولما الشيخ الجيلي إلى صدره وألبسه خلعة الأزيان، وقال له يا شيخ عبد القادر قد افتقر إليك هذا الزمان في علم الشريعة وعلم الحقيقة وعلم الحال وفعل الحال، فأنت من الوحدان ومن نظمه الدال على سعة علمه والعرفان. رضي الله عن غوث الأعظم عن محيي الدين المعظم، رضي الله عن
تسليمون وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البنيات وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي يا في طي قبضتي حافظت جميع العلم صرت طرازه على خلعة التشري في حسن خلوتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وأعلم نبت الأرض كم من نباتات وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى تعرفون حقيقتي وما قلت حتى قيل لي قل ولا تخاف فأنت ولي في مقام الولاية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فلا عليم إلا بعلمي يا عميل ولا سالك إلا بفرضي وسنتي فلا علم إلا من بحاري وردتها ولا نقل إلا من صحيح روايتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة ولي علم في ذير المجد قائم رفيع البنا تأوي له كل أمتي على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريتين.